كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم على كل مستمعين نجوم اف ام وكل الأمة الإسلامية. رمضان ده حبيت أعمل حاجة مختلفة شوية، فوازير. حاولت أفكر في فكرة مختلفة شوية في موضوع الفوازير ده، بس تبقى في نفس الوقت مرتبطة برمضان، فخليناها رمضان إمتى؟ بمعنى إنه هنقول أحداث حصلت في سنة معينة، مطلوب منكم تعرفوا رمضان في السنة دي كان في شهر إيه؟ أو العكس، هنقول رمضان جه في شهر إيه؟ وتقولوا لنا السنة دي كانت سنة كام؟ كل سنة وانتم طيبين، مروان قدري، رمضان كريم عليكم.